اهلا، مفيش مشكله خالص. يبقى بالعكس كمان، ده في حاجات بتبقى كوميديه، يعني حاجه حلوه، يعني تتقال بشكل لطيف، بشكل ظريف، في كومنت حلو، في تعليق جميل، في ربط ما بين حاجات دراميه او فنيه ولا حاجه، برضه حلو. لكن تجريح واهانات ويعني وتشكيك، لا، مين هيسيبك يعمل كده؟ يعني مين هيسيبك تعمل كده؟ مين هيسيبك يعني تمحي تاريخ باسم ومكانه النادي الاهلي مثلا، يعني او القاب حققها النادي الاهلي بشكل كبير جدا. طب هرجع لكم برضه لنفس المشهد ده سنه بقى 99، يعني 9/4 سنه 99، حكم فرنساوي ما فيش اي حاجه خالص غير ان هو طبق القانون اللي موجود في اوروبا وفي كل الدول العظمى والدول المتقدمه، كل القانون او كل الدول كانت بتطبق القانون ده عشان فان باستن، لو تتذكروه، اللاعب الهولندي الشهير جدا والكبير جدا جدا، كان تعرض لاصابه من تاكلينج من الخلف ادت ان هو بطل كوره. فعشان كده الاتحاد الدولي مراعاه للموضوع ده والتكالنج اللي عماله تتعمل من ورا واللي ممكن تبطل لعيبه كوره او تكسر رجلين او تخلي تعملك عاهه مستديمه، خد قرار ان التكلنج من ورا يبقى طرد مباشر على طول، طرد مباشر على طول. الراجل ما يعرفش الابيض ولا احمر، ما يعرفش ايه المشكله ومين اللي هيتسبب في حاجه زي كده، هترده اذا كان في الاهلي او في الزمالك. سنه 99 9/4 99 في مباراه كانت شهيره جدا 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 ما بين الاهلي والزمالك، والاهلي كان متفوق على الزمالك وقتها بحوالي 14 نقطه. المباراه ملهاش اي فايده في النقاط، لها فايده طبعا جماهيريه ولها فايده تاريخيه ولها فايده عربيه من خلال المتعه والفرجه والمشاهده وكل حاجه، لكن في النقاط ملهاش اي اهميه خالص. ومع ذلك يقول لك ايه ده الحكم جاي مخصص عشان يطرد لاعب من الزمالك، ده الفرق بيني وبينك 14 نقطه. يعني انت بتقول الكلام ده لمين؟ يعني عايز تبرر الكلام ده لمين؟ طبعا هعرض لكم الجدول بالاستشهاد، يعني عشان الكلام اللي بيتقال انسحاب الزمالك سنه قدام الاهلي سنه 96 وانسحاب الزمالك سنه 99 قدام النادي الاهلي كان بهدف تحكيمي موجه بشكل كبير جدا، مع ان الفرق مش محتاجه اصلا. الاهلي قبل مباراه 99 كان واخد البطوله اصلا رسمي، فهمي نظمي، الاهلي واخد البطوله، كان للاهلي مباراه الزمالك ثم مباراه الاسماعيلي اللي لم تخن الذاكره، فاضل الاهلي او دي كانت الختاميه مش فاكر بالظبط، يعني المباراه منتهي. يعني هعرض لكم يعني ترتيب الفرقتين، ترتيب الفرقتين يا سمير سنه 95 هو بداها ب 99 سمير، اوكي. الاهلي كان 26 نقطه 26 مباراه لعبها، فاز في 21 وتعادل 5 وما تهزمش خالص، ما تهزمش نهائي، اوكي، ما تهزمش خالص. الزمالك لعب 26 فاز في 16 وتعادل في 5 واتغلب 5. الاهداف للاهلي 46، الاهداف للزمالك 39، اهداف على الاهلي 8، اهداف على الزمالك 17، فارق الاهداف 38 مقابل 22 للزمالك، النقاط 68 و53 للزمالك. يعني الاهلي بعد كده اتعادل مع الشرقيه، انا افتكرت الاهلي اتعادل مع الشرقيه، انا افتكرت، والزمالك تقريبا خسر من القناه، تقريبا خسر من القناه. الاهلي اتعادل مع الشرقيه في الشرقيه 0-0، ايوه مظبوط، انا لعبت كمان الماتش ده، والزمالك اتغلب من القناه. لو شلنا الاربع نقاط ما قبل مباراه الانسحاب اللي هي 9/4 ده، 9/4 يبقى الاهلي كان عنده 64 والزمالك ما خدش له نقطه مع الاهلي ولا نقطه مع القناه، يبقى فضل عندي 53. 64 من 53 يعني فرق 11 نقطه. تعالى لي يا سمير، تعالى لي يا عم الحاج، تمام، تعالى لي يا عم الحاج. اذا قبل مباراة 99 اللي هو تم فيها طرد كابتن أيمن عبد العزيز في أول 4 دقايق، كان الفرق ما بين الأهلي والزمالك 11 نقطة، وفاضل مباراتين ما لهمش أي 30 أهمية في الموضوع، الأهلي واخد البطولة. إيه اللي يخلي بقى، إيه اللي يخلي يعني الموضوع يروح إن الحكم ده موجه؟ أنت عايز تطلع من اللقاء فعايز تقول لجمهورك إن ده المبرر الأهم، وإن أنا في مؤامرة كونية عظيم. المؤامرة ديت يعني في تفكيرك أنا ماليش علاقة بيها ولا ليها شأن بالنسبة لي إطلاقا يعني، لكن هنبدأ تتكلم أو هتبدأ تطلع اللي في قلبك طول ما أنت بتذكر الأهلي بقى، الأهلي في الموضوع، الأهلي في القرن، الأهلي في أفريقيا، الأهلي في الدوري، الأهلي مش عارف فين، الأهلي فين، الأهلي فين، الأهلي فين، لا، يبقى هنا هتبدأ أنت تتكلم. لكن حضرتك ما بينك وما بين نفسك أو ما بينك وما بين اللي حواليك أنا ما يشغلنيش الأمر خالص، يعني إحنا بنبدأ نتكلم لما أنت بتبدأ تطرح الموضوع يعني. إن لم تستحي فانسحب ما شئت، ما عنديش مشكلة فيها، يعني براحتك، تنسحب 96، تنسحب 99، تنسحب 2000 من المقصة، تنسحب مش عارف مقصة مرة تانية، ما عنديش أزمة فيها، دي مش ما تخصنيش أبدا، لا مش بتاعتي خالص. لكن هرجع يعني مبادرة للكلام،
يعني بلاش تشكيك في نادي آخر له بطولاته، له بطولاته وإنجازاته ومكانته الإفريقية والعالمية، تمام؟ وأنا كمان بقدر وبحترم يعني نادي كبير جدا في مكانته وجماهيرة نادي الزمالك. طالما العلاقة كده مفيش أي حد يغلط في حاجة بقى، خلاص الموضوع مية مية، تمام التمام، 10 على 10 كده، يبقى عداك الغلط او عداك العيب وازح، مفيش مشكله. لكن هنبدا نتكلم بقى، اصل واحد، اصل سنه 94، اصل التشكيك، اصل مش عارف فهيم عمر، اصل محمد توفيق، اصل محمد مش عارف، اصل قادر عبد العظيم، اصل 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 اصل. هنبدا نتكلم في حاجات ملهاش اي 30 لازمه، بالعكس ده كل ما كانت الاحداث الانظمه الحديثه موجوده، الاهلي فرصته في الاحتفاظ بالالقاب كبيره جدا جدا جدا، طالما الانظمه الحديثه موجوده. ولو الفار موجود تحديدا، يعني الزمالك ما كانش خد بطل الكاس السنه اللي فاتت، كره كاسونجو هي فاول صحيح. فاذا الاهلي اقل الناس يعني تاثيرا او استفاده او اخطاء تحكيم، والدليل يعني السنه دي. طيب هاخد مكالمه عشان